أخبار اقتصادية، وإحنا دايماً هنحاول يكون عندنا أخبار اقتصادية. أولاً خبر له علاقة بالجمارك، وده هنتكلم عليه بعد قليل. خبر أيضاً عن، كنا بنتكلم عن بدء تعافي الاقتصاد المصري وارتفاع معدلات النمو، وده كنا بنقوله امبارح. النهارده ايضا ارتفع مؤشر مديري المشتريات للاقتصاد الى 49 نقطة، يعني مقترب من 50 نقطة. ده يعني ايه؟ يعني احنا عندنا مشتريات للقطاع الصناعي اكثر، ناس بتشتري لانه في تحسب لارتفاع الاسعار، بس ده معناه ان في حركه في القطاع الصناعي، وده خبر مهم. ايضا مجله جلوبال فاينانس العالميه اختارت محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر ضمن قائمه افضل 10 محافظين للبنوك المركزيه على مستوى العالم هذا العام. نذهب بقى للجمارك، ورئيس مصلحه الجمارك نفى كل الشائعات اللي كانت منذ قليل أن هناك خفض للحد الأقصى لمشتريات السائحين المصريين. معي على الهاتف أستاذ محمد إبراهيم، مدير عام البحوث الفنية بمصلحة الجمارك. أستاذ محمد مساء الخير. مساء الخير أستاذ علمين. أهلا بك. أولا إحنا بنتكلم هنا على لائحة جديدة بتطبق من 1 سبتمبر، مظبوط؟ بالظبط يا شيخ. طب اشرح لي اللائحه دي بالنسبه للناس السائحين والناس اللي جايين من بره. بالظبط. هل هذه اللائحه ليه طلعت اشاعه كبيره كده انه قللوا الحاجات المسموح بيها سواء في السجاير او غيرها، هل ده صحيح؟ استاذ سمير، احب بس اوضح لحضرتك، وبدايه اشكر لحضرتك ان سابت مستضيفه الفكره او الطرح للعديد من الاشخاص وأصحاب الشأن طرحوه خلال الأيام الماضية من وقت أن صدرت اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، وهناك تساؤلات عديدة حول ما هو قدر المسموحات المقررة للسياح والعائدين القادمين إلى الدولة المصرية، خاصة أن البعض اعتقد أن هناك تخفيض لقدر هذه المسموحات عما كان هو مقررا في السابق. عايز بس أوضح لمعاديك حاجة والسادة المشاهدين، ان خلينا نقول ان قانون الجمارك اللي احنا كنا شغالين بيه طوال السنين اللي فاتت دي كلها، قانون كان صادر سنه 1963 63 يا خبر ابيض يا فندم، فاصبح يعني عاف عليه الزمن، ده من زمان. وكان وبالضبط وكان مدمج في هذا القانون الاحكام المرتبطه بالاعفاءات الجمركيه، الا انه في عام 1986 انفصلت عنه بقانون مستقل بمقتضى القانون 186 سنة 1986، أفردت فيه أحكام خاصة أو اتحطت فيه أحكام خاصة لما يرد للسياح والعائدين والقادمين إلى البلاد من مسموحات. طيب، منذ أن صدر هذا القانون وتبعته العديد من القرارات والتنظيمات الخاصة بقدر هذه المسموحات، واستطيع ان انا اقول لحضرتك ان في الفتره دي حصل العديد من الالتباسات المرتبطه بتفسير هذا القدر من المسموحات. فالبعض النصوص كانت واضحه بتقول ان السايح اللي جاي من بره من حقه ان هو يشتري او يجيب معاه بعض الهدايا، ودي كانت مسموحه ليه في حدود 1500 جنيه. تمام. الى جانب بعض المشتريات من الاسواق الحره. حلوه. الخلط كان حاصل ما بين فكره الدمج ما بين ما يستطيع ان هو يجيبه معاه وهو جاي من بره، وده بطبيعه الحال هو اللي بيتحكم فيه ان هو اللي بيشتريه من بره. طبعا. قد تكون او يشتريه من السوق. طيب. الحره. ماشي. فكرة الدمج ما بين المسموحات أو الإعفاءات بعضها البعض خلق في أذهان بعض المتعاملين، بل بعض العاملين أنه قد يسمح بزيادة قدر المسموحات. هذا كان تطبيقا أثار كثير من اللغط. طيب احنا دلوقتي اشرح لي بقى دلوقتي ايه الوضع دلوقتي، يعني اللي جاي من بره ده بنتكلم عن السايح وحتى عن المواطنين اللي مسافرين اللي راجعين يعني. بالضبط. طيب احنا دلوقتي ايه اللي مسموح نجيبه معانا من بره؟ المسموح اللي هو يعني كل المشتريات اللي ممكن يشتريها
السائح او القادم الى البلاد في حدود استخدامه الشخصي. تمام. كان قبل كده مقرر لي حوالي 1500 جنيه، ولكن نظرا لان سعر العمله في وقت ان صدر قرار بتحديد سعر العمله في مقابل سعر العملات الاجنبيه في الفتره ابان عام 2017، كان من الضروري ان لازم يعاد النظر. طيب. فزودناه بقى ده ل 10,000 جنيه بالظبط، ما بقتش منطقيه فكره 1500 جنيه بس. أكيد. فانا مثلا اجيب معايا لبس او او اي حاجه بدام استخدام شخصي في حدود 10,000 جنيه حاليا. حاليا ويمكن الكلام دوت احنا ما جبناهوش من او من شرع هذه الامور لم يشرحها من تلقاء نفسه، ولكن احنا استرشدنا ببعض التجارب الدولية، وكان على رأسها تايلاند. طيب. حيث أنها كانت تتصدر فعلا المقاصد السياحية على مستوى العالم. يعني الحاجات الخاصة اللي زي إيه؟ الملابس ولا زي ملابس بس؟ الملابس الشخصية، آلات التصوير، المجوهرات الشخصية اللي بتيجي بيرتديها الراكب أو بيجيبها معاه، كل هذه الأدوات بتدخل تحت بند الاستخدام الشخصي، فمن حقه أنه هو يجيبها طالما أن هذه الهدايا أو هذه المتعلقات في حدود 10,000 جنيه. طيب ما بعد ذلك التوسع برضو إيه تاني؟ جمركيا من حيث أن قدر المسموح فقط للراكب أو السائح وهو جاي هو 10,000 جنيه كقيمة، ما يزيد عن ذلك بحصل الضريبة الجمركية منه وأبدأ أتعامل معه جمركيا بشكل لا يسبب له أي إزعاج، في حين أن قبل كده كان الحد بتاعه فقط 1500 جنيه، وده كان بيسبب قلق كتير للركاب والسياحة. طيب. ما بيجي جايين كان طبعا بيصطدم برقم زهيد ما ينفعش أنه يتناسب. طيب. مع حجم المشتريات بتاعته. طيب يعني طيب. مثلا لو واحد معاه موبايلين مثلا، ما الموبايلات بقت طيب. غالية مشتريهم جداد، الموبايل دلوقتي بقى ب20,000 و30,000 وكده، يعني هنعمل ايه في القصه دي؟ والله واقع الامر كل ما هو في حدود استخدامه الشخصي بيسمح به، يعني بيسمح للشخص يمكن تبقى لقرار الجهاز القومي تنظيم الاتصالات في حدود 5 موبايلات. طيب. ده في حدود استخدام. طيب الشخصي. غير الاستخدام الشخصي عندنا بقى مسموحات بقى ايه بالنسبه بقى للسجاير، بالنسبه للمشروبات، لكل ده ايه بقى التعديلات؟ يمكن بالنسبه للسجاير والمشروبات الروحيه والسيجار والكلام ده كله، كان قبل كده كل ما هو مقرر للسائح كان حوالي 200 سيجاره و15 سيجار و200 جرام دخان ولتر من المشروبات الروحيه. إلا في بعد ما صدرت اللائحة الجديدة حصلت زيادة بعض الشيء في مسموحات السائح والقادم إلى البلاد، لأن لازم تتناسب مع حجم المدة اللي هو هيقعد فيها في مصر، وفي نفس الوقت كمان ما تبقاش بالقدر اللي كان موجود قبل كده، فكان بيصرف ليه 1 لتر فقط من المشروبات. فدلوقتي بقينا إيه؟ بقينا 2 لتر؟ دلوقتي 2 لتر بالظبط، والسجائر السجاير بقى 3 خرطيش بدل خرطيشة واحدة بالظبط، يعني والباقي اشتري من مصر، لو عايز حاجة تانية اشتريها من مصر، ده شيء طبيعي بالظبط. ولو رجعنا حضرتك للممارسات الدولية في هذا الشأن هنجد ان كثير من الدول بتعتمد نفس المعايير دي في المسموحات. صحيح. فاحنا يمكن فعلا زي ما اوضحت لحضرتك في بداية الحوار ان تايلاند وهي احسن يعني من افضل المقاصد السياحية في العالم، هنجد ان هي محدده حجم المسموحات ب 10,000 بات اللي هي العمله بتاعتهم 10,000 بات، وهي تعادل يعني عندنا احنا 10,000 جنيه يعتبر. نعم. بالنسبه للسجاير 200 سيجاره يعني خرطوشه واحده. صح. احنا بنديهم 3. طيب. ال 250 جرام دخان احنا يمكن الزياده حصلت فعلا في لترات المواد الروحيه والسجائر. نعم. بشكرك استاذ محمد ابراهيم مدير عام البحوث الفنيه بمصلحه الجمارك، حبينا نوضح ده لان في لغط على السوشيال ميديا انه تم تقليل الضرائب او البضائع المعفاه اللي بتدخل مصر. طيب